السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا كويسين. معاكم احمد بك، ورجعنا لكم بحلقة جديدة. وان شاء الله انا النهاردة اتكلم عن اقوى جواز سفر في العالم. بس قبل ما نتكلم عن الاول، هنجيبها من الخامس حتى الاول. جيرماني، فنلندا، سنغافور، لوكسمبورغ، البلاد دي كلها بتخش 170 دولة. بس دلوقتي اقوى جواز سفر في العالم هو الجواز السفر الاماراتي، حيث يمكن لحامليه الدخول الى اكثر من 177 دولة على مستوى العالم. ليه بقى؟ لان دولة الامارات اصبحت دولة متقدمة تكنولوجيا واقتصاديا وكل حاجة. غير كده ان الامارات عملت عقد مع اوروبا ان المواطنين يخشوا من غير فيزا، وفي 10 دول قريب هيعملوا نفس الاتفاق، وبكده الترتيب الاجمالي هيكون 180 دولة او 185 دولة على ما اعتقد. الانجاز العظيم ده مش بس فخر للامارات، بل فخر لكل العربي وللمسلمين اجمع. ومن هنا اريد ان اشكر دولة الامارات العربية المتحدة على هذا الانجاز. وبكده انتهت حلقة اليوم، واذا اعجبكم الحلقة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.